السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبنا؟ يا رب تكونون بخير وسلام. هاليوم راح نسوي أكلة حارة، بعض الأشخاص يحبون الأكلات الحارة، إن شاء الله تعجبكم. الأكلة اللي حنسويها وهي السمكة الحارة، أغلب الأشخاص اللي ماكليها بالعراق يتذكروها. المواد: 3 بصل، 3 طماطة حجم متوسط رفعت عنها القشور، ليمونة واحدة، ملعقتين من المعجون الطماطة، نص قدح من الراشي. الراشي تقدرون تتحكمون به، تقللوا تزيدوا براحتكم. ملعقة متوسطة من الفلفل الأحمر الحار، وملعقة متوسطة من الفلفل الأسود، 6 فصوص من الثوم مقطع ناعم، وملعقة صغيرة من الملح. البهارات والملح تقدرون تتحكمون به، زيدوا وتقللوا براحتكم. ننتقل إلى العمل. أقطع البصل طوليا، يكون البصل أكثر من الطماطة حتى أطحنه بالمطحانة الكهربائية، واللي ما تتوفر عندها المطحانة تقدر تقطع البصل حجم صغير جدا. بعدها أقطع الطماطة بنفس الطريقة. بعد ما رفعنا قشور الطماطة نضيف زيت الزيتون مقدار استكان، بعدها نضيف البصل نحرك به شوية ونغطي، نتركه على نار متوسطة. بعد ما تركته على نار متوسطة 5 دقائق، مرة لو خمينا أقلب بالبصل، بعدها أضيف الثوم وأحرك به مع البصل وأغطيه مرة لوخ وأتركه دقائق مع المراقبة إلى أن يصبح بهذا الشكل، وأرفعه من الدهن. أضيف الطماطة المقطعة وحرك بيها شوية وغطيها وأتركها 5 دقائق على نار متوسطة. بعد 5 دقائق أقلب الطماطة مرة لوخ أضيف ملعقتين معجون الطماطة، وأمزج المعجون بالطماطة مع التحريك المستمر. فلفل أحمر الحار الخشن والفلفل الأسود والملح، وأمزج المواد جيدا. بعدها أضيف الراشي وأمزجه مع المواد. أضيف البصل للمواد وأمزجه زين. المرحلة الأخيرة وهي إضافة عصير ليمونة، وأمزجها مع المواد جيدا. وأني طفيت النار من تحت الطاوة، من ضفت الراشي وأطحنا بالمطحانة الكهربائية، أطحنا زين
وتأكد منه. وبهذا الشكل انتهت أكلتنا السمكة الحارة، وألف عافية.